صباح الخير. اول شيء جبت لكم اللي هو الكوتج تشيز لانه كثير 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 احبه. رحت جبته من بعيد، ترى السوبر ماركت اللي يمي ما عندهم كوتج تشيز، وحطيته على البيبي كاروتس. وايد احب كل يوم اكل بيبي كاروتس ومع الكوتج تشيز، كذي اغمسه فيه يصير لذيذ جدا جدا جدا. وسكرتها، هذه اول واحده. وبعدها طبعا سويت لي البيض، سويت بيض مقلي سمرة الصوف. البيض يعطي بروتين يا جماعة، اكلوا ضروري على الاقل ما يرفع الانسولين الصبح. بعدين جهزت البيض مع كوتج تشيز وحطيت البيبي كارتس والكوتج تشيز، وجهزت لانش بوكس. هذه اللانش بوكس جهزت والامور طيبه. شنطه المدرسه مالتي كيوت، شوفوها صغيره، شريتها من تيمو. بس تقدرون تحصلون وايد في شي ان وتيمو في وايد، بس اهم شي تكون اللانش بوكس يعني من داخل ستينلس ستيل. الحين نجي حق اللي هو القهوه البارده طبعا، لان بعدنا صيف. فجبت نسكافيه جولد اورجانيك، اخذت ملعقة واحدة وحطيتها في البوتل الخالي اللي يمها. طبعا يا جماعة انا من عشاق الكوفي، احب الكوفي كثير. حطيت فتفوتة بعد شوي، وبعدين حطيت الحليب الاورجانيك. والله يا جماعة سووا في البيت أحسن من اللي تشترونه، ما تدرون الثلج مالهم نظيف مو نظيف، شنو المواد اللي يستخدمونها، أرخص مواد. فأنتوا سووها في البيت بطريقتي هذه بتحبونها على فكرة. أنتوا بس أهم شيء إن ترجونه صح، لما ترجونه الخليط عشان يتجانس، بس والله يطلع أحلى من لما تشتريه بال. وشوف معدات بسيطة، أدوات بسيطة، ولا عندك ماكينة ولا أي شيء، ما تحتاج هذا كله. احط شوية حليب وشوية قهوة اذا حابة عسل، اذا مو حابة لا. بعدين ارجه شوية حلوين، بس ما خلي وايد وايد يطلع رغوة، الا احيانا في البيت يعني، لان الرغوة تاكل الكوب كله وبعدين ما يكون فيه القهوة. واصبه طبعا، هذا اللي هو المبرد اساسا، تامبلر. بعدين احط شوية ثلج عليه، وجهزت القهوة. شوفوها شلون هي حالاتها، انا ما احط لي فوق لاني صراحة ما اشربها كلها، كل مرة يعني يظل باقي فاخلي كذي. جهز اللانش بوكس وجهز القهوة. في شيء بوريكم اياه بس لان حاشني من فترة التهاب مسالك بولية، هذا وايد زين.